نحن معكم الآن من قرية خلصة، هذه المنطقة التي استطاع الثوار بسط سيطرتهم عليها بشكل كامل بعد أن قامت قوات الأسد يوم البارحة مدعومة بالطيران العدوان الروسي وعشرات بل مئات الغارات ومئات القذائف المدفعية من التقدم إلى أول هذه القرية. قرية لحميرة هي تحت سيطرة الثوار وأيضا قرية خلصة بعد أن استطاعت قوات الأسد بسط سيطرتهم على بعض المناطق وبعض البيوت فيها. نحن معكم الآن في ريف حلب الجنوبي ومعي هنا أحد قادة العسكريين للثوار ليطلعنا على مزيد من التفاصيل. أهلا وسهلا بك أخي. أخي بس كيف استطعتم السيطرة على قرية خلصة بشكل كامل بعد أن دخلت قوات الأسد إلى أطرافها وأيضا حميرة؟ من فضل الله وكرمه ما قدروا يدخلوا، دخلوا على أول مزرعتين ثلاثة من فضل الله وبقوة الشباب الرجال الأبطال الحمد لله رجعناهم كلياتهم، وهيدي قدام عينك يعني خلصة الحمد لله معنا سيطرة كاملة. صدقني يعني أكثر من 11 طيارة عدينا والشباب بقوة الشباب وبقوة الحمد لله الجنود والأبطال الحمد لله رديناهم. بس بدي ناشد الشباب أهل المنطقة هون أهل المنطقة يجوا دليل يعني دليل معنا ما في دليل معنا، وليش الفزع ليش النزوح إذا ما في شيء الحمد لله السيطرة لنا بفضل الله وكرمه يعني بقوة الشباب وأول شيء من عند الله. نفر الثوار من جميع الفصائل وأيضا هناك مناشدات من الثوار للمحافظة على ما تبقى أو المناطق الشاسعة في ريف حلب الجنوبي الخاضعة تحت سيطرة الثوار لعدم تمدد النظام والوصول إلى أهم تلة في هذه المنطقة في ظل مئات الغارات الجوية من الطيران الحربي الروسي وأيضا من الطيران المروحي والطيران السوري الحربي والمروحي. هناك مئات الغارات الحربية وأيضا مئات القذائف تنهال بسياسة الأرض المحروقة. كان معكم خالد أبو المجد لأورينت نيوز ريف حلب الجنوبي.